طيب يا جماعة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأصدقاء والمتابعين في كل مكان. أتمنى إنه صوتي يكون واصل بالنسبة لكم. حقيقة نحن زي الصفحة بتاعتي هناك الشخصية اللي هي الحساب باسم مصعب الضيب وشارة، ما قدرت أطلع فيه نسبة لأنه يعني فيه إشكاليات وعليه ضغوط بتاعت بلاغات وكده. المهم ما واضح، فأنا بطلع عليكم من صفحة أحمد الطيب وشارة، المعلق الرياضي أحمد الطيب وشارة، وعندي كلام عايز أقوله. فياريت متتبعي أحمد ياريتهم يقبلوا وجودي معاهم، بس أتمنى إن الصوت يكون واضح. أهم حاجة الصوت يكون واضح، ياريت تفيدوني بإن الصوت يكون واضح. الصوت يكون واضح يا شباب، ياريت ياريت ياريت. مرحبا بكم كلكم والله، أبو ريتال ومدثر إسحاق عبد الله، كذلك السجاد محمد وبشير ابراهيم، كلكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. التصوير واضح؟ لا، هو الصوره ما ضروريه، التلفون فيه اشكاليه، صورته ما نظيفه، انا ما عندي مشكله، لكن المشكله في الصوت. الشباب بيقول لي الصوت الصوت الصوت، فانا ما عارف يعني هل الصوت ما تمام. الصوت ده سامع له نظم، يعني زي ما بيقولوا كده سامع له نظم، فما عارف. طيب بيقول لي واضح، محمد ابراهيم بيقول لي واضح. طيب طالما انه الصوت واضح او مسموع على الاقل لعدد من الناس، يا جماعه في بعض النقاط انا عايز اتكلم عنها، وعدد من الناس الان بيشاهدونا وجو اصلين. بعتذر زي ما قلت، اعيد الكلام اللي قلته، اعتذر انه الصفحه بتاعتي هناك ما راضيه انها تعمل معي لايف وكده، عشان كده بكون ضيف. ان شاء الله اكون خفيف الظل على الشباب اللي موجودين في صفحه احمد الضيب وشارع. اولا يا جماعه، الوضع ده قلناه هو وضع بطال، الوضع سيء جدا جدا. ادونا الشير يا جماعه، ادونا الشير واقبلوا بضيافتنا. انتصار اهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بك والله يا انتصار من لندن، اهلا وسهلا ومرحبا بك. يلا يا جماعه ادونا الشير كده، عشان انا هخش على موضوع ومواضيع اخرى، هخش على موضوع ومواضيع اخرى، فيا ريت الشير، والمواضيع كلها مهمه. والان ما في حاجه، انا عارف انه انتم ساهرين وكده، لكن الان ما في حاجه غير الخيار الاخير اللي انا هذكره من خلال اللايف ده. فيا ريت الناس بس يلا ادونا الشير ادونا الشير ادونا الشير ادونا الشير ادونا الشير. اول حاجه بنترحم على شهداء الوطن، شهداء الوطن وشهداء الواجب، الشباب اللي استشهدوا وقابلوا ربهم، اللي هم من هيئه الجهاز او من هيئه العمليات او من المخابرات، او يعني الاسماء اللي اطلقت باشكال عديده، نترحمهم ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبلهم قبول حسن. نحن في يوم من الايام لما طلعنا الثوره دي، ولما كان معانا الشهيد اللي هو الاستاذ احمد الخير، لما استشهد الاستاذ احمد الخير كل السودان بكى عليه، وكل السودان يعني دموع نزلت عليه بالطريقه الغزيره اللي اتقتل بيها وكده 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 وكده. وفي النهايه عرفنا انه الاستاذ احمد الخير هو كان من يعني المؤتمر الشعبي وكده، فتعاطفنا معه كان من ناحيه انسانيه، لذلك الان بنتعاطف معهم من ناحيه انسانيه، لانه الخرطوم بقت مستباح الحمى في عهد القحاطه. انا جاي اردم القحاطه ردي ما انزل الله به من سلطان، وعشان انت تستمتع بالردم ده تمام، اعمل لي الشير وتعالوا، اعملوا لي اي زول، يا ريت ارجوكم رجاء خاص وانا ضيف عندكم في الصفحه دي، اعملوا لي شير وتعالوا راجعين. القحاطه في عهدهم الان، نحن كان في عهد البشير لما طلعنا ضده في 1 2 3 4 من الاخطاء، واخطاء كبيره جدا جدا ولا تغتفر. ديل جو بدل ما يوقفوا الاخطاء استمروا لنا في الاخطاء بالشكل الكبير والكبير خالص، انه استباحت الحمى بتاعت السودان، بقوا الدواعش يظهروا ليلا ودون اضاءه، ده زمان، لكن الان نهارا جهارا بيقتلوا اولادنا. كل الناس اللي قتلوا اولادنا الان، اللي قتلوا اولادنا هم من الـ 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 الاجانب، يعني ناس اقاماتهم ما سودانيه وهم ما سودانيين، وليهم التبجح والقوة القوى الكامله في انه من السطوح يقمصوا ناس تابعين لاي وحده امنيه ولا عسكريه ولا شرطيه ولا واتيفا من اسماء، قمصوهم طاخ طاخ طاخ. يعني نحن في بلدك بنقتل اولادك تابه ولا طرده، لذلك هنا التعاطف انساني ووطني في المقام الاول. فقتلوا الناس قتل شديد جدا جدا ديل الاجانب الموجودين، وقحت قاعده تتفرج بدل ما تشتغل، ما عندها اسلحه هي ولا عندها جيوش ولا عندها كده ولا دي حاله هي ممكن تتدخل فيها.
لكن انا بقوله بدل ما يكون في منهم عمليه بتاعت شيء جماعيه للوجود الاجنبي اللي موجود الغير مجنن والعمليات اللي قاعده تحصل وكده، لا اكتفوا بالتسويق بشكل كامل، اكتفوا بالتسويق بشكل كامل للمليونيه بتاعتهم المزعومه او الحاجه اللي هم بيتكلموا عنها اللي هي بتكون يوم 30 الجاي. طيب اترحمنا على الشهداء. يوم 30 يا قحاطة عندكم شنو؟ يوم 30 يا قحط عندكم شنو؟ يوم 30 مارقين وقال جايين ما عارف وين وجايكم قطار من عطبرة. ما هو القطار ده في عطبرة بكون يتعبى فل؟ أصلا أنا ما عندي خلاف. ليه؟ لأنه الليلة أنا ماشي لي مشوار من عطبرة للخرطوم، حاجي معاكم في القطار ده، ما في مشكلة. الشعب ممكن الناس المساكين اللي ما عندهم حق المواصلات وما عندهم حق شنو يجوا معاكم في القطار هناك، حتصوروا لنا القطار في عطبرة على أساس إنه هو مليان فل. الرشيد سعيد ما تمشي بعيد، ها؟ وأنا عارف إنه يعني اللايفات دي قاعدة تبث داخل المجلس السيادي، في شاشات قاعدين يشاهدوا، ودي مفروضة عليهم من جانب أحزابهم، بالذات الحزب الشيوعي والحزب البعثي، الجماعة دي أو الأربعة الأساسيين. فلذلك الرشيد سعيد انت ما تمشي، انت يعني الناس دي كلها لو هسه اللايف ده بيجي بشاهدوه نفرين، ها هسه 1200 تقريبا مع اول 5 دقائق، لكن انت بالذات اقعد لانه انا جايك بشكل خاص الليله، بادبك ادب كويس جدا جدا، وبديك الجزء الثاني والجزء في الجزء الثالث والرابع والخامس. طيب الناس من هناك القطار قال بيتحرك وبيجي، القطار بدل ما يكون بيحمل مطالب الشهداء، القطار قال جايبينه من عطبره هو يحمل الكراسي فوق. يعني قال جاي قطر بتاع قحاطه، لكنك تتخيل عليك الله الاحزاب دي عديمه الاخلاق والضمير، كيف قطر يجي من هناك عشان احمل كراسي؟ انت كيف ارتضيت لنفسك تكون قحطاوي رغم انه الناس اللي كانوا بيدافعوا عن قحط على اعتبار انه قحط دي هي صح، الان كل الناس اللي بيدافعوا عن الناس كل الناس اللي هم يعني كانوا بساندوا قحط كلهم يتخلوا عن قحط. ليه يتخلينا عنها؟ ليه؟ طيب ما واحد يسأل نفسه، انتوا ما زمان كنتوا بتقول لنا قحط وما بنعرف قحط دي وما بنعرف شنو ما بنعرف شنو؟ لانه لقيناها ما في الاتجاه الصحيح. انا الان امامي ديانات كثيره غير الدين الاسلامي، لقيت نفسي والله انا مع الدين الاسلامي لانه ده الدين الخاتم والدين الاصل، ما في زول يجي يقول لي والله ليه ما بقيت مسيحي؟ بقيت مسلم على اعتبار انه ده الدين الصح، الدين الاخير. طيب انا عشان اعرف الدين ده ذاته كيف؟ بعرفه بالمنطق ربنا، نحن شفناه بالعقل ما شفناه بالعين، مش كده يا شباب؟ يا شباب الشير شفناه ربنا نحن بالعقل وبالمنطق. طيب بالعقل وبالمنطق الحكومة دي الآن قاعدة تثبت في المقعد بتاعها عن طريق الأحزاب. الرشيد سعيد ذكرت أنا في اللايف في صفحتي ديك اتصل على أهله ونسايبه من البنات، نسايبه الموجودين في دبي، الموجودين في مصر، اللي موجودين في الشارقة، اللي موجودين في 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 وين في وين في وين في وين. ده رشيد سعيد بيجي بيقول لهم يا جماعة تعالوا ابقوا معانا، نحن في الحزب او نحن في الحزب الشيوعي، نحن الان استلمنا البلد تماما، ونحن في استلامنا للبلد دي عايزينكم انتوا تكونوا قاعدين معانا هنا في السلطة، لانه نحن السلطة دي ما حنفكها لاي زول في الدنيا. يا جماعة انا قاعد معاكم ضيف في صفحة احمد الضي، ادوني شيرات وصلوا، دي ما صفحتي عشان كده انا ما داير ازعجكم بالشيرات الكثيرة، لكن طالما انه نحن هدفنا واحد في انه نحن دايرين الحقوق ترجع كاملة وبنطالب بالمطالبات، يبقى نحن بنقول الكلام وممكن ندفع القيمة بتاعته سجن ولا غيره ولا غيره. انت عليك انه انت تنقل كلامنا اللي نحن بنقوله تسمعه للناس اللي هم موجودين في صفحتك. يبقى قحط زي ما قلت عملت الان على انه تسير الرشيد جايك ما ناسيك، عملت على انه يوم 30 الدعوه ليوم 30. طيب يا جماعه كده المارق يوم 30 هسي من الناس اللي بيشاهدوا ديل الالاف اللي بيشاهدوا المارق يوم 30 كده اكتب لي انا مارق، والما مارق اكتب لي انه انا ما مارق. تمام تعالوا جسوا لين نبضهم، والروم وينو حجمهم؟ هم في المجلس التشريعي الان محتلين المجلس التشريعي اللي هو بتاع لجنه ازاله التمكين، الان ليهم اكثر من 5 ايام قالوا ستصرخون، قالوا للشعب السوداني ستصرخون، هم بيقولوها على اعتبار انه هي للكيزان، هم بيقولوها للشعب السوداني، فصرخوا هم. وجدي صالح ده طلع وبيتكلم وبشكل للزول اللي بيقرا علم النفس واضح انه زول مهزوز وزول مخزي من الله، زول منتهي. ويا جماعه الناس زي اللي بيهددوا بلغه السلاح بشكل غير مباشر. وجدي صالح ظهر امام الكاميرات وامام المايك لانه عارف انه موجهه عليه مئات الكاميرات،
في الحالة دي طلب او نسق مع واحد من اللي هم موجودين معاه في لجنة ازالة التمكين بانه يجي من هناك يسلم عليه شرطا انه يرفع البدلة عشان يظهر لك المسدس. دي فيها رسالة ما بنفهمها انا، ما بفهمها انا، ربما ما بتفهمها انت، ما بفهمها فلان، لكن هي دي انه اذا استعديتونا نحن ممكن نستخدم السلاح، يعني كتائب حنين حتكون موجودة ضد الشعب السوداني لاي زول هو ما دايرهم. ما نحن اسي انا مواطن سوداني ما عسكري ولا تابع لجهة ولا كده. الرسالة اللي حاب انه وجه صالح، ودي حاجات بيعملوها الناس الزمان يا جماعة، الناس الزمان كانوا يقول لك اسمع تعال، الزول تلقاه محشش كده، تحشيش بالبوري كده، لو ما لبس الملك، لو ما لبس العسكري بيلبس لك الملكي، بيجي من هناك بيقول للناس، بيقول لي اصحابه اسمع في الحفلة دي يا فردة لو شفتني انا وقفت في الزقاق الفلاني عملت لك اشارة، زمان ما في مسكول ولا في واتساب، لو عملت لك انا اشاره تعال سلم علي وارفع عشان اشوف الكول بجاي على اليمين وعلى اليسار، ان كان وجه صالح خاطي كده شوت ما عارف ما خدتوه كده، ما هو يا يمين يا شمال، انت كنت خايف عليه، طيب لو انت خايف عليه وجزول يسلم عليك ما بتديه نص ظهرك، يعني حركه الجسم، لغه الجسم قلت لك ما بتديه نص ظهرك، يبقى انت قاصد انك توريني السلاح، لكن انت قصدت انه لاي زول بيعاديك انا مسلح والرهيفه التنقد. طيب في شباب الآن متواجدين أمام كل بيوت المسؤولين اللي هم موجودين الآن، في شباب الآن موجودين، أنا من هنا رسالتي للشباب ديل اللي هم موجودين الآن ودايرين يهتفوا في أي مسؤول، أي مسؤول إلا الليلة بقية اليوم ده تمشي هناك بيبقى جك، هم ما دايرين يضربوا زول، ما دايرين يسألوا زول، لكن أي زول حيخطوا له الدباجة بتاع دماء الشهداء وحيسيروه بلايف، يعني ممكن الأيام الجاية الفيسبوك شتت ملي لايفات، وجي صالح طالع من البيت وجي صالح جاي من البيت وهم موجودين في الحي، ود الفكي جاي من البيت وطالع من البيت، عباس مدني في كافوري مربع 8 طالع من البيت وجاي من البيت، وزير الكهرباء طالع من البيت وجاي من البيت، الناس دي الموجودين موجودين تماما، والان هم بيتكلموا، نحن بنقول لهم يا جماعه دعوتنا لكم الصريحه بانه ما تسالوا زول، اي اهتفوا فيه سووا 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 سووا، لكن ما تضربوا زول، ما تضرب زول على الاطلاق، لو في زول ضرب معناه ده المحرش منهم هم من الاحزاب، ما الاحزاب عديمه الاخلاق، عديمه الاخلاق ما عندهم، لو هم اساسا كان ناس عندهم اخلاق وكان ناس عندهم مبادئ وكان ناس عندهم حاجات نحن ممكن نفتخر بها لما كان الشعب السوداني خلاهم، حتى خلاهم في الشارع، خلاهم في النقعه، خلاهم للعساكر يبطشوا بهم، لناس حميتي يبطشوا بهم، لاي بشر إن كان يبطشوا بهم، المساله بقت مساله واضحه الان، انتوا بعتوا الدم، نحن ما في زول فينا كلف حميتي قال له يا حميتي انت تجيب لي دم الشهداء، ما في زول كلف برهان قال لي تجيب لنا دم الشهداء، ما في زول، وانا اتكلم على 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 اللافته اللي كان طلعت زمان بيقول لك قال ما عارف شنو ناس حميتي الذكرانين ما عارف شنو كده، دي طلعت من الاحزاب، دي طلعت من الاحزاب نفسهم، ليه؟ لانهم اللحظه دي كانوا شايفين انه ما في حكم بيكون في البلد دي ما لم تحميه تاتشر ولا دبابه، يغتربوا من العسكريين، خونونا لما كنا بنقول لهم لا كده غلط، الناس زي اوكي تمام حموا الثوره يلا امشوا للسكنات بتاعتهم، نحن نقعد في دور المراقبه ودور العمليه دي كيف انها بتتم و و و و استشهدت قبل اليوم استشهدت في اخر لايف بانه اتكلمت انا عن الشفافيه انه في الاعتصام نفسه ما كان في شفافيه، المفروض اي مفاوضات تكون منقوله على الهواء مباشره، ان لم تكن منقوله على الهواء مباشره خليهم يجوا بالخيمه بتاعتهم وبنحميم، ما في زول كان فيهم في العساكر حيتاذي، يا جماعه الشير بتاعكم الشير الشير يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب الشير 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 وصل وصل للغير وصل للغير، انا الكاميرا بتاعتي دي تعبانه زي ما ذكرتها ودائما نقاء اللايف هو اللي بيخليه يكون منتشر بشكل اكبر، يلا يا 1400 ولا 1385 يلا كلنا بالشير الواحد. الناس ديل زي ما قلت باعوا دماء الشهداء، الناس ديل الان مرصودين تماما لدى الثوار ولدى الشعب السوداني، لا يستطيع واحد منهم، هل بتتخيل معي انت يا اللي بتدافع عنهم، لا يستطيع محمد الفكي انه يمشي ينزل في اي سوق من الاسواق ويشتري كيس الخضار اللي كان بيشتريه في دبي، اللي كان بيشتريه في الدوحه، ما في، الان لا يستطيعوا انهم يمشوا. نحن هسه كمواطنين بنمشي نشتري اللي دايرين نشتريه، نسلم على اللي دايرين نسلم عليه، يتونسوا معانا الناس يجرونا والله حرمت تشرب جبنه تشرب لك شاي، المهم تجي تكون قاعد معانا نحن هنا. طيب ليش هم ما بينزلوا للشوارع؟ ليش ما بينزلوا؟ خالد سلك، خالد سلك انت خزلت المؤتمر السوداني، كسرت ظهر الشعب السوداني، كسرت ظهر الشعب السوداني يا خالد يا سلك،
الان اطلع على الشوارع اشوف الناس دي بتكرهك كيف. قال يوم 30 طالعين خلوهم ابدا ما في اي زول يسالهم. وهم الحادثه اللي حصلت الليله، الحادثه الكبيره اللي حصلت الليله بتاعت استشهاد افراد من جهاز الامن والى ما ذلك وكده، غطت عليهم. بيقوا بدل ما يطلعوا بحوارات يردوا مثلا على ان هم مش شاكلين الطرف والطرف الثاني، مش شاطات بيشاكلوا مع بعض. اها قام حميت الليله اصدر لهم قرارات، زول فيهم رد ماف. برهان بكره بيتكلم نظام انهم هم خلاص بعد كده المجتمع الدولي وكده. انا قلت لك المجتمع الدولي وانتم بتسمعوا الكلام ده الان يا جماعه، شيروا انتم بتسمعوا الكلام ده الان يا ناس المجلس السيادي في الشاشات بتاعتكم. المجتمع الدولي الان هو اللي غير الخط، العساكر ديل بيادق في خط في في خط يعني بالنسبه للمجتمع الدولي. بحر اسمع الكلام ده كويس عشان بعدين ما تقول لا، لانه كنا بنقوله للبشير جماعته بيقول لنا لا انتم كذابين انتم شنو شيروا يا شباب. سهره في حاجه، كده سهروا معانا. بحركوهم يمين وبحركوهم شمال وبحركوهم فوق وبحركوهم تحت وبجيبوهم على كل الاماكن. طيب الان انتم المجتمع الدولي خلاكم وما دايرينكم، دايرين منكم منو؟ المجتمع الدولي داير منكم حمدوك. خالد سلك حتمشي السجن. اسمع الكلام اللي قاعد اقوله ليك، لو في طريقه ولا في حاجه انت تهرب بيها يتفضل اهرب. ما طبيعي ولا منطقي انه يحرموكم من المطار، تمشوا تجيبوا خطاب عشان انتوا تمشوا تجيبوا خطاب من العساكر نفسهم، عشان انتوا تمشوا تجيبوا خطاب من العساكر. العساكر بيقول لكم لا نحن ما بنديكم خطاب وما تسافروا. طيب معناها شنو؟ والله العظيم لا يجرؤوا على انه يتحركوا التحرك ده لولا يا نكسة السودان يا قحاطة، لولا انه لقوا الضوء الاخضر من المجتمع الدولي. وامريكا مخادعة، المجتمع الدولي داير المصالح بتاعته بتمشي كيف؟ داير المصالح بتاعته. انتوا لعب بيكم فترة معينة وقال لكم انه يا اخي انتوا المدنيين تمسكوا وانتوا يا اخي لعب بناس افغانستان بالشعب الافغاني 20 سنة. امريكا دي لعبت بهم 20 سنة، بعد ال 20 سنة جابت لهم نفس الناس اللي كانوا حاكمينهم قبل 20 سنة، طالبان. وطالبان دي كانت عدو وقاتلوهم في تورابورا وقاتلوهم في المناطق دي كلها. في النهاية قال جو بيجوا معاهم احباب وبيجوا معاهم اصدقاء. الان الجيم فينيش بالنسبة للمجتمع الدولي، مش تقعدوا لي في كل يوم في قاعة كاكو انه والله ما عارف وكده. لا 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 لا، ما في قاعتكم اللي انتم فيها دي، هي دي قاعة السقوط اللي حيكتب التاريخ، سيكتب التاريخ في صفحاته عن قحاطة يعني خلاص انتهوا، ما عندهم وجود ولا عندهم قيمة. المسألة دي ما بعيدة، قد تكون خلال ايام، قد تكون خلال ايام قليله انا افتكر انه، لكن خلينا نقول اسبوع، خلينا نقول 10 ايام، خلينا نقول اسبوعين. انتوا حتمشوا، الجيم يتقفل عليكم. التوجيه بتاع انه يقفلوكم في المطار ده ما توجيه بتاع ناسينا محليين، توجيه دولي، ده توجيه دولي. انتوا اكلتوا الطعم لما الناس كانوا داخل حزب المؤتمر السوداني بيقول لك يا سيلك ما تشارك ويا الدقير ما تشارك ويا يا 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 ابراهيم الشيخ، استاذ ابراهيم الشيخ وأستاذ الدقير ما تشاركوا. الدقير هسه صفى نفسه بعيد ما شارك، هاي طالب في يوم من الايام بانه يكون رئيس وزراء وكده، لكن على الاقل هو ما مشارك. انتوا مشيتوا شاركتوا واندقشتوا في الناس ديل ودخلتوا في الناس ديل في عمق الناس ديل وكده. اها الليله النتيجه شنو؟ يستغنوا عنكم ولا ما يستغنوا عنكم؟ يستغنوا عنكم وانتوا عارفين الكلام اللي هسه انا قاعد اقوله، لكن الكلام ده انتوا ما بتقولوه للشعب السوداني. الكلام اللي هسه انا قاعد اقول فيه ده انتوا ما بتقولوه للشعب السوداني. دي الحقيقة بتاعتهم يا جماعة، الحقيقة بتاعت التصريحات والحديث عن انه والله في انقلاب في الفترة اللي فاتت وفي 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 الحاجات الكثيرة دي عشان يصلوا للمرحلة دي. وما في أكثر من أربعة خمسة لجان كونوها القحاطة عن طريق الناس اللي هم عندهم علاقة بالعسكريين، عن طريق شنو؟ عشان يصلوا لصلح ديل القحاطة الهسي انتم بتأمنوا بهم، اللي هم عارفين نفسهم انهم هم في المجلس السيادي. تمام، عارفين نفسهم انهم هم او متسيدين على المشهد. الان قاعدين يحنسوا في العساكر، يا عساكر اقعدوا. ما هو الهتاف كان من داخل الصاله اللي كانت بتاعت المجلس التشريعي، الجيش والشعب بمعنى انه يد واحده. ما في الجيش والشعب يد واحده، كان وين انه يعني من زمان ليه الجيش والشعب ما كان في يد واحده لما كنتوا انتوا بتصفوهم بالاوصاف ديك؟ نحن لا مع الجيش وانتوا عارفين كويس، والكلام ده انا شرحته من خلال الصفحات اللي فاتت. تمام، وقلت انه نحن ما بهمنا ديل ولا ديل، نحن دايرين المتاهل في النهائي. وربما ده خطابات كل الناشطين الان هم بيتكلموا عن انه نحن دايرين في النهائي اللي بيلاقينا في النهائي، لكن
هل بستطيع انه اكده حسب اطلاعاتي، حسب المعرفه، حسب المعلومات، حسب الشنو، حسب الشنو، انه لا حتلقى فاطمه اسمها منو دي مريم الصادق، لا حتلقى حاجه اسمها خالد سلك، لا حتلقى حاجه اسمها ابراهيم الشيخ، لا حتلقى حاجه اسمها كل الوزراء ديل حيشيلوهم، كل الوزراء ديل حيشيلوهم. ويتذكر الكلام ده لحظه حدوث الحاجه دي، بيتم الاحتفاظ بحمدوك، ودي يمكن يكون نقطة الخلاف اللي الآن هم شغالين فيها ليل ونهار وما قاعدين ينوموا. بيتم الاحتفاظ بحمدوك عشان حمدوك احفظ ليهم هيبة المدنية على الأقل. حمدوك الآن هو أقرب للعسكريين، حمدوك الآن هو أقرب للعسكريين من الحرية والتغيير. لكن إذا طلعت الحرية والتغيير وأعلنت ضعف حمدوك بشكل واضح، ده بيعني الانهيار بتاع النهائي. وبالتالي هم بيقول لهم اذا كان شويه الناس اللي هم مع حمدوك، اذا كان حمدوك هو ما معاكم في الموضوع ده يا حريه وتغيير، يبقوا انتم فعلا تسقطوا، لان الحريه والتغيير دي الان قاعده، لانه في شويه ناس هم مؤيدين بالنسبه لحمدوك. انا على المستوى الشخصي لا موافق على حمدوك، لا موافق على جبدوك، لا انا في تقديري انه كلهم عساكر على مدنيين الى جهنم وبئس المصير. لكن الآن العسكر استفادوا من خدمات حمدوك. الحرية والتغيير ما حتطلع للمجتمع السوداني وتقول له يا أخي حمدوك دخلنا وطعننا في ظهرنا والآن كده، لأنه زي ما قلت حيقولوا لهم طيب أمشوا إذا كان حمدوك ما معاكم، أن إحنا علاقتنا شنو بخالد سلك؟ هل حتطلع المظاهرات مؤيدة لخالد سلك ودايرينه رئيس للوزراء؟ هل حتطلع المظاهرات مؤيدة بالنسبة لمحمد الفكي ونعم أيدناك يا فكي، أيدناك يا فكي عشان الفكي يجي يكون رئيس بالنسبة للفترة الانتقالية؟ طبعا مستحيل. الناس دي كلها بتأدي أدوار، والأدوار دي الآن جيم أوفر تماما، انتهى الجيم بالنسبة للأدوار دي. يبقى العساكر حيكونوا محتفظين بالحصة بتاعتهم، عايل للأسف، عايل للأسف، الغدر ذات وعايل ليه وعامل كيف، العساكر حيكونوا موجودين. وحرموكم انتم من المدنيه، المدنيه الباقي لها 56 يوم ولا 55 يوم، حرموكم منا انتم، لكن انتم اللي حرمتوا نفسكم منا، لانه الليله لو انتم كنتم متحدين وكنتوا انتم يا اخي، يا اخي للاسف الشديد بتجيبوا وانا يعني الكلمه دي بخجل عليها، لكن بتجيبوا الساقطات عشان هم اللي دافعوا عن الحكومه، وبتخلوا الشعب السوداني المعاني المسكين والمناضلين في الشعب السوداني هم اللي يكونوا اعداء بالنسبه لكم، وتوظفوا فيهم الساقطات. يا اخي دي حكومه بتاعت، دي حكومه ما حصلت قبل كده، هيقوموا يشيلوا كل الناس زي ما قلت برا، ما دايرين فيهم زول واحد حيقعد فيهم غير حمدوك، ما في الباقيين لوين؟ اسمع الكلام ده، انتبه، ما تمشي، شير تعال. الباقيين لوين؟ ما حيمشوا يودوهم حدائق في الخرطوم، هم الان وهم باعتبارهم موجودين، والكلام ده يا جماعه انا قاعد اقوله وهم سامعينه، هم سامعينه، لانه زي ما قلت فرضوا عليهم انه يسمعوا داخل مكاتبهم كل اللايفات اللي بتتعرض في شاشات كبيره، مش كده يا 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 ناس السيادي؟ انا قلت لك السيادي ده وقع كله ال 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 يا ناس السيادي، تسلم يا حبيب. النقطة كده يا جماعة اللي أنا كنت بتكلم فيها سرحت لي مع تعليق كده، المهم هم ديل أنتم ما تتخيلوا إن حيودوهم لحدائق لسجن كوبر. أولاً عشان الناس ما تجي يا جماعة تهاجم، القسم اللي حيودوه ليهم في كوبر الناس يا جماعه ما تجي تهاجم، بالذات القحاطه، اخواننا القحاطه الله يهديكم، اول شيء السجن اللي حيودوكم ليه فيه مروحه، عشان ما يجي زول يقول لي والله يا اخي حتعرضوهم للبعوض اللي عرضتوه للبشير، هم في درجه بينهم وبين البشير ما واحد. اول شيء حيدوهم مروحه، خالد سلك ده في سجنه في مروحه، ومع المروحه دي بيدوه في اليوم وجبتين فيها سبعه عيشات، يعني بعد كده الا يكون غول. يبقى ما في زول يجي يقول لي بعدين والله انتوا ظلمتوا ناس خالد سلك كشعب سوداني، او الناس دي ظلموه وسجنوه، هنداك في السجن في اي حاجه. يا اخي المسوح بتاع البعوض جهزوا لهم قبل فتره بواسطه المخابرات العالميه، مشوا جهزوا لهم سجن، السجن ده وين يا جماعه؟ في جبل اوليه ولا هو وين؟ غرب الخرطوم تقريبا، مش كده؟ السجن ده جهزوه لهم تماما، والعنابر في الوقت ده قلنا يتكتب فيه الاسم، اتكتب الاسم بتاع العنابر دي، واي زول حددوا له الشباب ادونا شيراتكم. بدأ الجماعة يرسلوا لي رسائل يا مصعب ما كده. قلت لك والله غادة الحرية والتغيير بيرجفوا. التلفونات دي ما وقفت نهائي، اول امبارح كنت في اللايف اتكلمت عن قصة واقعية، قاعدين انا واحمد عند بنشرب لنا قهوة يعني،
فاتصل عليه واحد من قيادات الحريه والتغيير، هم اثنين لكن المهم كل واحد يتكلم وادى احمد. فقالوا له انتوا الان انتوا في مفترق طرق، يا اما معانا ولا مع العساكر، يعني يا اما تقيفوا مع الوطن يا اما تقيفوا مع المدنيه. فاحمد طبعا سياسي وكان معاهم في المعتقلات وكده، قال لهم يا جماعه القصه بتاعت الوطن دي انتم ما بتحددوها وكده. هنا شلت منه التليفون، رديت عليه قلت له ان الحرب التي بيننا، وقلت الكلام ده في اللايف الفات، ان الحرب التي بينكم وبين العسكر هي حرب بين ابناء العمومه، لا ناقه لنا فيها ولا جمل، لذلك اتمنى ان تنتصروا على العسكر، وان لم تستطيعوا ان تنتصروا عليهم فلينتصروا عليهم ليتاهلوا ويجدوننا في الشوارع. فزول قال لي لا 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 لا, لا ما هو ما كده ما كده ما كده ما كده اسمعني اسمعني ما هي نحن نختلف مع بعض، نحن نختلف مع بعض ونحن كده لا, لا لا لا. المهم لما نحاول مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال الى ان تشاجرنا، وقفل الخط زعلان، قال خليكم ان شاء الله عنكم ذاته ما وقفتوا. نحن ما يعني هسي انت تصدق انه نحن ممكن نقيف معاك الان؟ لو بتودي الناس القمر ولو بتنزلهم في الارض ولو بتسوي اي حاجه، لما نحن كنا بنقول لك بس غلط، يعني انت كان جاتك فرصه الان انه الشعب السوداني كله يدعمك. الكلام ده مش بس لناس اللايفات، انت ما تمشي الارض تقول حريه وتغيير، تقول حكومه ساي بس، افتح خشمك قول بس الحكومه دي يا جماعه حكومه كويسه. شوف الشعب ده يردمك كيف من يمين ومن شمال. عشان كده دائما لما يقيفوا بيقيفوا هم خايفين، يعني لما يكون عندهم ندوه في المجلس التشريعي بيدخلوا كوادرهم هم المعروفه، ندوه زي الليله، الليله مشوا شباب رجعوهم، مشوا شباب رجعوهم، قالوا نحن داعمين بالنسبه للمدنيه ودايرين نقيف، قالوا ليه مدونا بطاقاتكم اللي بتثبت انكم انتم تابعين للاحزاب، لانه ده مؤتمر خاص، وما كان في مؤتمر صحفي، لكن كانت في قاعه بتاعت المجلس التشريعي اللي قاعدين فيها الاحزاب. هالجماعه دي مشوا لحد هناك وقاموا طردوهم. انت لو ما كنت خايف اطلع للناس في الشارع، ما تقعد داخل القاعه وانت تتكلم وداخل القاعه ونحن. وللاسف الشديد لو راجعت الصور ما الكلام ده الليله هم كل يوم عندهم، يعني مش الكلام اللي قبل يومين ولا ثلاثه ايام، كل يوم بيخاطبوا، يوميا العدد متناقص، يعني ديل المستفيدين هم اللي كانوا في المجلس التشريعي الان. انا بنقول لك الصوره دي صديقي الفاضل وانا من داخل الخرطوم، يعني انا ما بنقول لك الكلام ده وانا قاعد في دوله ثانيه، يبقى معناها انا اقرب للصح، فلذلك اتمنى انك انت تصدقني. الناس ديل انتهوا بالنسبه للشارع العام. زمان قاموا الاحزاب ديل بنفسهم قالوا والله الحكومه دي لو جا كلب اخذها، نحن ما بنقول له جر، ده كلامهم هم كلامنا نحن، كلام الحكومات اللي كانت في الفتره دي، الان في حكومه مشابهه تماما. الان لو جا كلب قال للمواطنين انا داير احكم، ما في زول حيقول له جر. الدليل على ذلك الانقلاب اللي انا مشكك فيه وما زلت مشكك فيه، لما حصل الانقلاب اللي قبل ايام عارفين انه الشعب السوداني حتى ما كان عارف بيه، وحتى لما عرفوا بيه عرفوا انه في انقلاب وكده قالوا ما لما نجحت، الا اذا كان نجحت، والله ده كلام الشارع. والله العظيم الان المخابرات العالميه والمجتمع الدولي ما قاعد ابني على الكلام اللي بيقولوه الاحزاب ولا اللي بيقولوه العساكر، قاعد انزل بقواعده عشان تشوف البلد دي منحله كيف، عشان تشوف انه البلد دي فيها سيوله امنيه لياته درجه ومخابرات منتهيه ودواعش داخلين ومارقين وتفجيرات، ويقتلوا ولدك قدام عينك ويقتلوا شنو اولادنا الليله قتلوهم ديل، يعني اولاد الشعب السوداني اللي الليله قتلوهم وضربوهم، تمام؟ فبياخذوا من هنا. طيب المواطن المسكين الليله انت هسي لو سالته، طيب انت تعال قيسه بكيف قياس، انا يومي قاعد اقوله، يوم واحد زول قال لي كده ولا كده، ما في القياس ده، انت بتقيسه انت موجود برا السودان، انت موجود برا السودان، بتقول لي اي، بقول لك طيب اضرب لناس بيتكم اسالهم عن الوضع كيف، حترجع لي بعد دقائق تقول لي والله يا اخي قالوا الوضع مؤسف، وانا ذاتي عارف انه الوضع مؤسف. طيب المخابرات ما بتعرف لك انه انا عارف الوضع مؤسف، الكلام اللي قالته لك امك بالتليفون حيقولوا لهم زول ثاني، والمخابرات ما بتجيك على شكل ناس انجليز اطلاقا، ما حتجيك على شكل ناس انجليز ولا ناس اجانب، حتجيك على شكل سودانيين عاديين دايرين يعرفوا الحاصل شنو، معاهم اجهزه بتاع التسلط معينه وهناك مربوطه زي ناس الامم المتحده لما يكونوا قاعدين ويركبوا السماعات بتاعتهم ويسمعوا الترجمه بتاعتها بتترفع على شكل تقارير للسفارات، كل السفارات يا اخي بما فيها الافريقيه، تصدق بما فيها السفارات الافريقيه اللي موجوده هنا قاعده تاخذ معلومات عنك انت ليه؟ عشان دايرين ياكدوا لو جات حكومه جديده هل حتمشي خطوطهم ولا لا؟ والعساكر بالمناسبه قالوا لهم اوكي نو نيفا في اي حاجه انتم بتعملوها نحن بنديكم لايك كبير. عشان كده الان هم بس فقط عملوا الموضوع ده كله عشان يهيئوا الشارع لكده، ولقوا انه الشارع ذاته نايم سلطه. طيب يا الحريه والتغيير كان ممكن الشعب السوداني يدافع عنكم،
يجيف معاكم الشعب السوداني، يناصركم الشعب السوداني، يطلع معاكم المليونيه بتاع 30 يونيو. ما كان في مشكله زي ما طلعت المليونيه بتاع 30 يونيو وانتم وقفتوا الناس على الكوبري بتاع السلاح الطبي ووقفتوهم على الاماكن الثانيه. كان الشعب السوداني ممكن يعمل كده، لكن انتم عملتوا شنو؟ اول ما جيتوا قعدتوا في الكراسي، طوال النزيف بتاعكم بدا. انتم ما بديتوا بالكيزان يا جماعه، دي معلومه مهمه عليك الله. شير تعال، ما في نوم الايام دي يا جماعه، كده نخلي النوم ورانا، مغدرين الظروف والله.